انا هايدي كابو في رابعه معهد عالي فنون مسرحيه تمثيل واخراج. اعمالي في مسلسل شاركت في مسلسل الحلم ومسلسل دايما عامر ومسلسل حرب الجبالي وطبعا تياترو. شخصيتي اللي بقدمها في مسلسل تياترو هايدي. انا هايدي وهي هايدي برضو. انا بنت عايشه في اسكندريه وبتيجي هنا التياترو بتيجي بس بتيجي كتير يا طول وقت شايفه ان التياترو مقفول بس هي بتحب التمثيل من وهي صغيره وصاحبها هنا سعد فهي بتحبه قوي فجت لما لقيت المسرح اتفتح وكده فكانت مبسوطه قوي وقالت لهم تعالوا انا اخش نتفرج وكده فالمهم هيشوفوها جوه وهي بتمثل فيعجبوا بيها جدا فقولها ايه رايك بقى تخشي معانا المسرح وتبقي ممثله وكده فطبعا دي فرصه عمرها ان هي بتحب تمثيل وهي صغيره فقالت تجربها تجربها تنجح يعني. خليل الدكتور اشرف زكي طبعا لان المشروع ده كله كان فكره وكانت مجرد بجد فكره وبعدين بقت مشروع تخرجنا وبرده كل ده بجد تحت اشراف دكتور اشرف زكي. وبعدين بعد ما نجحنا في مشروع ده كان مشروع التخرج بتاعنا في سنه رابعه بعد ما خلصنا مشروعنا دكتور اشرف قال ايه رايكم لو نعمل الفكره دي مسلسل وهو بجد كان هو والشركة المتحدة بيغامروا ب 22 وجوه شابة يعني ممثل وممثلة ان انتوا ما حدش عرفنا فدي كانت فرصة بالنسبة لنا طبعا فاحنا اتبسطنا يعني. استاذ رؤوف طول الوقت فاكك يعني المعاملة بينا طول الوقت معاملة صحاب معاملة مش معاملة زمالة شغل او مش معاملة فورمال هو عارف ان اللي قدامه شاطر وبيقدر يطلع منه شطارته يعني هو بجد بيقدر يطلع ده من غير ستريس من غير ما من غير اي حاجه هو طول الوقت بيخلينا مبسوطين في الشغل فبنطلع احسن ما عندنا عشان احنا مبسوطين مش عشان ده مجرد شغل او انا خايفه لا انا مبسوطه فبعمل شغلي حلو فبيبقى باين قدام الكاميرا ان انا مبسوطه فهو مش بمثل بقى انا مبسوطه عادي انا فرحانه بس كان وعمر كلهم بلا استثناء بصراحه الناس جميله قوي وناس اتعلمنا منهم كتير وناس كان حلم احلامنا ان احنا نقف قدامهم طبعا لان هم طبعا ليهم تاريخ وليهم خبره زياده عننا فبتبقى مبسوط بتبقى يعني شويه متوتر بس هم بصراحه كانوا بيكسروا التوتر ده لان احنا حبيناهم. كان نصيحه ذهبيه خدتها من دكتور اشرف اللي هو هي مش نصيحه هو هايدي انت بتبقي حاجه مهمه قوي فانا عايزك طول الوقت مركزه على ده يعني عايزك طول الوقت تركزي على ده بس انا بحبه قوي بقى بصراحه. اعمالي جالي بجهز لها لا انا لسه مخلصه عمل مش عارفه بقى هيتعرض في رمضان ولا اوف سيزون دلوقتي بس هو حرب الجبالي مع استاذه سوسن بدر استاذه فردوس عبد الحميد مع استاذ صلاح عبد الله استاذ احمد خالد صالح استاذه هبه مجدي استاذ احمد رزق طبعا كتله من الفنانين يعني هو ده كان اخر عمل ليا.